هذه القطع الجميلة اللي عم نشوفها أمامنا أكيد موجودة على بازار رؤيا فرح ديزاين، وعم نشوف أكثر من موديل وأكثر من شكل من هذه التصاميم الجميلة اللي أخذت أيضاً بعض الأقمشة وبعض النقشات البدوية والمتعارفة علينا، وأيضاً تعاملت مع أكثر من فابريك أو مادة قريبة على طبيعتنا ومن حياتنا. عم نشوف هون شنطة لابتوب جميلة جداً مميزة ومختلفة، كمان عم نشوف أمامنا حقائب يد بطريقة مبتكرة وبألوان جميلة، بألوان أحمر وأسود وهو اللون التقليدي خلينا نقول. أيضاً الحلو بالموضوع أنه كمان هالمرة فرح ديزاين عم بتقدم لنا كمان يعني شكل مختلف لبعض الشوز أو يعني الأحذية اللي هي ممكن أيضاً تكون جميلة ومختلفة وبأسعار كمان مهمة ومتناول اليد. فرح ديزاين أيضاً عم بقدم لنا إشي كتير حلو هون لو نقدر نركز عليه نشوفه، هذا هو غطى باسبورت، أو عشان الواحد ما يفقد الباسبورت والباسبورت ما يتعرض أو الجواز السفر ما يتعرض للمي أو يتلف، فهذا هو كفر لإله لحتى نحتفظ داخله بالباسبور بأشكال كتير مختلفة، يعني في هذا الشكل وفي هذا الشكل، فبأشكال كتير مختلفة وحلوة ومميزة. أيضا هذا حذاء آخر موجود بديزاين مختلف. الحقائب الصراحة كتير حلوة، والحلو فيها إنها يعني أكيد بتلبق على كتير لبس وبتلبق صيفا شتاء، يعني احيانا بنحس انه بعض الحقائب او بعض الشناتي ربما يعني تصلح لليل فقط او تصلح بالشتاء اكثر، بتكون شكلها اكثر شتوي، ولكن هدول الحقائب لانهم تقليديين بشكل او باخر وبنفس الوقت فيهم تويست فاكيد ممكن نحملهم بالشتاء او بالصيف، وكمان ممكن نحملهم باكثر من مناسبه لانه زي ما شايفين حجمها حجم حلو، فبقدر الواحد ياخذها معاه على الشغل، وكمان بقدر على ايفنينج او بالمساء بقدر انه يحملها وبكون شكلها انيق وملفت للنظر ومختلف. كل هذه المنتجات موجوده على بازار رؤيا، واكيد احنا عم نشوف العنوان على الهواء مباشره، وايضا فرح ديزاين اكيد تقدروا تشوفوا كل منتجاتها على الفيسبوك وعلى الانستغرام لفرح ديزاين. برجع بذكر زي ما بحب دائما اني اذكر، اليوم احنا لما ندعم الصناعات المحليه، لما ندعم الاعمال المتوسطه والصغيره، احنا عم ندعم اقتصاد بلد بكامل. هذه الاعمال الحقيقيه اللي من شانها انها تنمو وايضا تنمي اقتصادنا، وخاصة لكل هالفتيات والسيدات اللي عم بيمتهنوا بعض الحرف وبعض الأعمال بهذا الشكل الجميل والمختلف واللي فيه الكثير من الإبداع. كل هذه المنتجات وغيرها بتلاقوها ببازار رؤيا، فأكيد تقدر تدخلوا بأي وقت على بازار رؤيا وتطلعوا على كل هالأمور وتنقوا بأريحية شو شايفين أو شو حابين إنكم تقتنوا من هذه المنتجات.